FM. الكلمة ليك. والله هي الوضعية نتاع النادي الافريقي مش وليدة البارح ولا اليوم، عندها عامين والنادي الافريقي تخبط في مشاكل متتالية. هذيك النتيجة الحتمية اللي كنا باش نوصلوا لها هي استقالة رئيس النادي. مالوريزمون ما كناش نتمناه حاجة من نوع هذايا، اللي هو شنو الظروف اللي صارت واللي مر بها الفريق الكل، حطمت باش نمشيو للنهاية هذية. سي صالح، أنت ما تمنيتوش استقالة سليم الرياح ولا تقصد الوضع الراهن للنادي الأفريقي؟ لا، الوضع الراهن، الوضع الراهن، راهو الأشخاص يجيو ويمشيو ويرجعوا، هذيك في سنة خير، راهو النادي هو اللي يقعد. احنا نجيو ونمشيو النادي يقعد. الوضعية اللي وصلنا لها هي اللي كانت محرجة. وضعية محرجة ومقلقة على جميع المستويات، يعني مادية، أدبية، مصداقية. عندما النادي الأفريقي عاش اللي ما عاشوش مدة 95 سنة، قريب 100 سنة عمره النادي، عمرنا ما عشنا على مستوى النتائج اللي عاشوا النادي الأفريقي عمناول وولد عمناول وسنة ما زلنا هو ديبيو سيزون. شنو النادي الأفريقي عمل فوق العشر عزين نفسير الجملة، يعني الوضعية بصفة عامة كلها كانت تنظر بش اللي كانوا مش نوصلوا للحالة اللي وصلنا لها. سي صالح، تفاعل معانا باش نسمعك، باش نسمعك حاجة نحبك، نحب تعليقك عليها، نحب شنية رايك في الشيء اللي صاير، هل تشوفه منطقي ولا اسمع معانا سي صالح. انت ناقشت مع شي بالليلي هكا ولا لا؟ لا لا لا، شو ليه شي بالليلي قال لك قعدت انا ورضا دريد؟ لا 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 عايش خويا، انا تو كنت ناقشت معاه، تو نقول لك ناقشت معاه، ما تناقشت مع حد. باهي سي صالح، هذا كان تصريح السيد رضا الدريدي في برنامج الاحد الرياضي. هات نسمعوا السيد شهاب الليلي شنية التصريح نتاعو في برنامج المكشوف. انا بدي اتساءل اسكو اللي عشته الايام الاخرى صحيح ولا غلط؟ نو، معناتها بالنسبه لي انا وقت اللي صلحت قعدت مع المسؤول على فرع كره القدم سي رضا الدريدي، باش نسميه الامور معناتها ما نخبيه وقتها، على خاطر كان لقاء رسمي رياضي، معناتها مازال ما هوش لقاء تعاقدي وفكره نتاع تدريب اعاده، معناتها العوده للتدريب. سي صالح، السيد رضا الدريدي يقول لك احنا ما كلمناش شهاب الليلي، شهاب الليلي يقول لك كلموني واجتمعت معاهم. هذه انت هيك وحدك، هذه نوع من لخطه اللي يعيشها النادي الافريقي على مستوى التسيير. علاش؟ انا ما نلومش روع على رضا الدريدي، انا اللوم ديما لومي على المسؤول الاول اللي هو انت. اذا كان ناوي باش تتعاقد مع مدرب ولا باش تقعد معاه، عيط وقعد معاه واحكي معاه. الواش تبع في انسان تنجم تبع في انسان، اما تحمل مسؤوليه القول راهو تناقشنا ولا قاعدين نتناقشوا ولا في طور المحادثات ولا اتصلنا، ما فما حتى مشكل، ما هوش عيب. دونك انت تو ما يليقش بس من النادي الافريقي وسمعه النادي الافريقي، يخرج مدرب يكذب ومسؤول يقول لا. هذه الوضعيه اللي وصلتنا للنتيجه الحتميه اللي عاشها النادي الافريقي توا، اللي هي استقاله نتاع الرئيس واستقاله نتاع الهيئه، وفما فراغ تام توا في النادي الافريقي. الكلمه ليك.